كده حلو. بص بقى يا نور، زي ما قلت لك كده احنا هنستخدم الطريقه دي، ويا سيدي لو ما نفعتش نبقى نستخدم اي طريقه تانية. ان شاء الله يا احمد تنفع، ويعني عايز اشكرك ان انت اديتني وقت من وقت من وقت. العفو يا حبيبي. ازيك يا ايتن؟ ازيك يا احمد؟ استني بس وهبقى معاك. تعملي ايه طيب؟ دقيقه بس. طب تحبي حد فينا يساعدك؟ لا طبعا ما ينفعش. ما ينفعش يا ايتن، دي الحلقه خلاص هتبدا يا ايتن، لازم نساعدك. انا خلصت. استنى بس يا نور، هي اكيد هتفهمنا. خلصت اصلا. اتفضل يا احمد. ايه ده؟ ده هديه؟ الله، هديه. شكرا شكرا يا ايتن. بس شكرا. بقى قولي لي ايه المناسبه؟ مفيش مناسبه يا احمد، انا بس اتعلمت حاجه من المدرسه بتاعتنا النهارده في المدرسه. ان مش برضه تهادوا تحبوا، فانا قررت اعمل لكم هديه. الله، تهادوا تحبوا، طبعا شيء جميل. بس انا طالبه منكم طلب. خير. انا عايزه من كل واحد فيكم 50 جنيه. ايه 50 جنيه؟ انت عايزه تحاسبنا على الهدايا ولا ايه؟ لا اكيد طبعا. لا لا طبعا يا نور. امال ايه؟ طيب فاهمين. انا عايزه يا احمد بس، ولا اقول لك هاتوا بس وهبقى اديها لكم؟ هاتوا بس وهبقى اقول لكم. بقول لكم ماشي. حاضر. بس هدايا ايه؟ بس انا هاخد برضه هدايا. خدي يا ستي، ادي 100 جنيه مره واحده مش 50 بس. وانت يا نور؟ ده انا معيش غير 20 جنيه. بصي هبقى المره الجايه هديها لك يعني. ماشي. لا بما انك معاك 20 جنيه فهاتها. عموما عايزه اجيب حاجه بس. اديني فرصه. بس قولي لنا بقى، انت عايزه الفلوس دي ليه؟ انا بس عايزه الفلوس دي يا احمد علشان اعمل هدايا للاولاد الصغيرين برضو زي ما عملت لكم. لا 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 لا، ايه انا عارف هي كانت عايزه فلوس للهدايا عشان تعمل هدايا تانيه. ايوه طب ما ده شيء كويس، وجهه نظر طبعًا. جميله، وجهه نظر حلوه طبعا ان انت تعملي هدايا وتوزعيها للاولاد الصغيرين. ده حلو، بس يعني اهدى عليها يا نور كده، مش ينفعش ما يصحش، مش كده ولا ايه يا ايتن؟ وبعدين يا ستي يعني وجهه نظر حلوه، وتهادوا تحبوا، عشان كده احنا النهارده هنتناقش في الموضوع دوت عشان نعرف ازاي نهادي ونتهادى من غير ما حد يزعل من الثاني. وتهادوا تحبوا بسرعه، هنروح على برنامجكم احلى كلام. احلى كلام، احلى كلام، هو كلامكم يا حبايبنا اغلى كلام، اللي بيوصف نبض قلوبنا علشان يبقى احلى كلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقائي أصدقاء قنوات المجد العزاز جدا على قلبي. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أحلى كلام. اسمحوا لي أولا أن أنا أرحب بأصدقائي الموجودين معايا في الاستوديو. أهلا بك يا أيتن. أهلا بك يا أحمد، وأهلا بك يا نور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمهوري العزيز والحبيب على قلبي جدا جدا جدا، واللي أنا بحبه قوي. أوعدكم إن شاء الله الحلقة دي هتستفيدوا منها كتير جدا، وأنا بحبكم قوي. اهلا بيك يا نور. اهلا بيك يا احمد، واهلا بيك يا ايتن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم يا جمهور قناه المجد، القناه اللي انا بحبها جدا. ان شاء الله الحلقه دي تكون مميزه وتستفادوا منها اكبر حاجه باذن الله. وزي ما قال نور وزي ما قالت ايتن، احنا فعلا هنستفيد جدا من الحلقه دي لانها حلقه مميزه، والالعاب فيها هتكون جميله جدا. يا ريت تجربوها في البيت لانها العاب حلوه وهتستفيدوا منها كتير. خلونا بسرعه ندخل على موضوع حلقتنا. بس قبل بقى ما ندخل على موضوع حلقتنا، انا عايز افتح الهديه اللي اديتهاني ايتن. يلا بينا نور نفتح الهديه. يلا بينا. يلا يا ترى بقى ايه ايتن جابت لنا هديه؟ ايه نور هياخد مني الفلوس دي؟ هنشوف. لا لا لا، هي ان شاء الله تطلع هديه حلوه وتعجبنا كلنا. صح. شدها شدها. الله استنى. لا ده انت لفها حلو يعني. ما شاء الله. الله، نوت بوك جميل. لا وايه، كل ورود يعني، حاجه جميله بصراحه. على حسب ذوقك انت. ها ماشي، وانت طلع لك ايه يا نور؟ انا بشوف اهو. يا رب يا رب حاجه على رب. ايه ده؟ لمبه ناسي. لمبه ناسي. ايه ده؟ حلوه حلوه. طب انا دفعت 20 جنيه في حالها عشان اقلم، انا اصلا مش هستخدمها. ده 20 جنيه هعمل بيها يا شيخ. خلاص معلش يا نور معلش، احنا دلوقتي لازم هنتكلم مع بعضينا ومع اصدقائي في فن اختيار الهديه، لان الموضوع دوت مهم جدا وبيفرق كتير. يعني انا ممكن النوت بوك ديت انا ما استخدمهاش لان انا ولد، والولد ما ينفعش يستخدم حاجه شكلها بناتي. صح. فالمفروض الواحد لما يجي يختار هديه يختارها مناسبه للشخص اللي هو هيهدي بيها. صح ولا ايه؟ صح.
طيب اهم حاجه برضو ان يكون الشخص ده متقبل الهديه وما يجرحوش ان هو مثلا يقول له لا الهديه دي بناتي وانا مش كده. اكيد طبعا بالظبط. ازود برضو على كلامك حاجه يا نور، ان لو طبعا زي ما انا اديت كده قلم بنات النور وحصل زي في المشهد كده ونور طاعل وكده، لا هو على الاقل اللي قدامي فاكرني. صح. مش مهم تكون هدايا قيمه، هدايا رخيصه، هدايا كبرى كده، بس على الاقل افتكرني لو استيكه لو ورده يا ستي